السلام عليكم أيها الأحبة، أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، الجميع يعلم أن من يقف وراء مشكلة الكهرباء التي استعصت في العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنها ضغطت على الحكومات المتعاقبة العراقية في أن تأخذ الكهرباء من المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المملكة التي يربطنا وإياها تاريخ في الواقع أسود، فهي أرسلت لنا الكثير من الإرهابيين سواء كانوا أردنيين أو تحولت إلى معبر لدخول الإرهابيين العرب والأجانب إلى العراق لإحداث ما شهدناه كلنا في العراق. فضلا عن ذلك، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعد من البلدان الفقيرة جدا والتي لا تملك طاقات تكنولوجية قادرة بأن تزود العراق بتكنولوجيا أو بالكهرباء بشكل جدي وحقيقي، فهي تعاني من نقص في الكهرباء على مستوى الداخل. كثيرا ما نسمع بأن التيار الكهربائي في عمان والمدن الأخرى ينقطع ربما لأيام. هذا الموضوع الذي يمكن أن يعد إشكال حقيقي في أن الدولة التي تجهز العراق بالكهرباء هي نفسها غير قادرة على توفيرها لشعبها. أضف إلى ذلك أن المملكة الأردنية الهاشمية طالما صارت مأوى لابنة الرئيس المقبور صدام حسين رغد، هي للآن تعيش في عمان بالإضافة إلى كبار القيادات البعثيين هناك. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم والتي حملت عنوان ربط الكهرباء مع الأردن مهزلة. وكما اعتدنا أيها الأحبة، نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان سيصبح ليلنا نهارا، الكاتب محمد حسن الساعدي. تعالوا نقرأه سوية. سيصبح ليلنا نهارا، الكاتب محمد حسن الساعدي. الأردن سيتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية. سيقوم العراق بدفع تكاليف هذه المحطة، وكذلك سيقوم العراق بدفع تكاليف خط الربط الكهربائي بين البلدين، كما أن الأردن سيقوم بتوظيف شركة لحماية أسلاك الطاقة على طول امتدادها من الأردن إلى العراق، وسيقوم العراق بدفع رواتب موظفي هذه الشركة. ستقوم بغداد بتزويد المحطة بالبترول بتخفيض 20% من السعر العالمي، وبعدها سيقوم العراق باستيراد الطاقة الكهربائية بملايين الدولارات من الأردن. الكهرباء المستوردة من الأردن لا تكفي سوى 3% من حاجة العراق الفعلية، وهذه النسبة ليست بالمهمة والتي يمكن أن تخسر الدولة بحجم هذه الأموال. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوفي الأفاضل الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري. مرحبا بك. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد حسن السعدي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ واثق، ليش رحنا للأردن؟ تركنا سيمنز، تركنا الشركات الصينية ورحنا للأردن. الأردن هي التي تستورد الكهرباء من إسرائيل ومن مصر، إحنا نترك هذولي الدولتين العملاقتين في مجال الطاقة ونروح للأردن. نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهدي الكرام لضيف الكريم. مرحبا بك. طبعا أولا نشوف الكهرباء اللي هي من الأردن مش قد، والكهرباء الموجودة بالعراق. الكهرباء اللي من الأردن هي 150 ميجاوات، والمسافة اللي راح تقطعها بحدود 350 كيلومتر. نعم. احنا واحدة من مشاكل الكهرباء الموجودة هي الأحمال اللي موجودة. نعم. على وضياعات الطاقة، يعني كهرباء أحيانا المسافات الطويلة. نعم، أحيانا وزارة الكهرباء تبرر القطع. نعم. فقدان الطاقة نتيجة الأحمال المسافات البعيدة، هذه واحدة. الشيء الثاني، وزارة الكهرباء الآن تعلن، والأرقام طبعا هي دائما غير مطابقة للواقع، يعني إذا نريد نقارنها يعني ب حجم، يعني حجم الانتاج والموجود، يعني والموجود على ارض الواقع. الان وزاره الكهرباء تعلن بانها تنتج بحدود 23000 ميجا وات. نعم، في حين ايش راح تمثل يعني؟ لا لا، في حين قيل ان النسبه، استاذ واثق، قيل ان النسبه بالنسبه للموجود العراقي للحاجه العراقيه هي
2%. نعم، في حين هي تقول انه النسبه الحاجه الفعليه للعراق 30,000 ميجا وات. نعم. بما معناه يعني على الاقل يعني المفترض عندنا باليوم تنقطع 4 ساعات أو 6 ساعات، لكن هذا غير حقيقه، هذا الرقم اولا غير حقيقه. الشيء الثاني، عندما نقارن في حكومه عبد المهدي كان انتاج الطاقه 17,000 ميجا وات، وقدر الحاجه الفعليه للبلد 21,000 ميجا وات، يعني مو 23 اللي انتهى الحكومه، وفي وقتها 17,000 ميجا وات كان في البصره اكتفاء بالكهرباء 24 ساعه، وكل المحافظات العراقيه وصلت الى طاقه 20 ساعه. اذا هو المشروع بحد ذاته وما تعلن الحكومه الحاليه ووزاره متمثله سواء وزاره الكهرباء او الحكومه هو ارقام غير حقيقيه، يعني انتاج الطاقه لا يتناسب، وهذا يعني يجي المجموعه من الهدر وتبريرات الحكومه. المساله الثانيه، طبيعه الربط مع الاردن، طبعا اكيد هو لاغراض سياسيه اكثر مما هو، يعني اذا قارنا يعني الحاجه ويعني شنو اللي راح تسوي ال 150,000 ميجا وات، اذا هو القضيه تتعلق بالسياسه ما لها علاقه، يعني انه راح يكون الكهرباء اللي تجي من الاردن ممكن تعوض الطاقه، وممكن يعني مثل ما المقال اللي تحدث عنه الاستاذ محمد انه ستجعل ليلنا نهار، يعني لانه الكهرباء الظاهر يعني القضيه لا تسد حاجه العراق، وبالتالي كل هذه يعني يبدو ان يعني حكومه السيد الكاظم يعني اتجهت باتجاهات سياسيه، وهو طبعا كل عمله كان من اجل بقائه في السلطه اكثر مما هي نفع المواطنين. راح نشوفه في محاور حلقات الاستاذ محمد. حضرتك بالمقال اللي كتبته تقول به الطاقه الكهربائيه الأردن الذي سيتعاقد مع شركة سيمنز، الأردن هو بنفسه سيتعاقد مع الأردن الألمانية لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية، سيقوم العراق بدفع تكاليف هذه المحطة. خلي يسمع العراقيين ما الذي يجري. العراق هو الذي سيدفع تكاليف هذه المحطة، وكذلك سيقوم العراق بدفع تكاليف خط الربط الكهربائي بين البلدين، كما أن الأردن ستقوم بتوظيف شركة لحماية أسلاك الطاقة ورواتب موظفي هذه الشركة على العراق، كما ستقوم بغداد بتزويد المحطة بالبترول بتخفيض 20%. معلومات في منتهى الخطورة يعني يا أساتذة الكرام، ب20% من السعر العالمي. بعدها سيقوم العراق باستيراد الطاقة الكهربائية بملايين الدولارات من الأردن، في حين أن الكهرباء المستوردة من الأردن لا تكفي سوى 3%. شنو هذه؟ بسم الله الرحمن، جنون لو شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك لضيف الكريم مشاهديك. طبعا مشاكل الكهرباء لا توعد ولا تحصى، وعلى يعني بالاتفاق مع المبالغ المليارات التي صرفت على ملف الكهرباء، لكن بالعراق لم نصل إلى نتيجة ولو تقدم بسيط في جانب الكهرباء. خلينا نجي نشوف الكهرباء الأردن. كهرباء الأردن هي تنتج 2000 ميجا وات، يعني المملكة الأردنية. نعم. تنتج 2000 ميجا وات، تحاول الوصول إلى 2000 ميجا وات. هي قدرة تشقد تحتاج كمملكة تحتاج إلى 4000 ميجا وات. هذا الحجم اللي هي لحد الآن ما واصلة كدولة لها يعني إلى قوة وإلى طاقتها لحد الآن، وهي كمملكة يعني وهي تعرف علاقتها مع الغرب قوية جدا وممتدة جدا. نعم. لم تصل إلى طاقتها الإنتاجية العالية وهي 4000 ميجا وات. نعم. لتسد حاجة المملكة جميعا. طيب. بالتالي شلون راح تسد النقص مالتي أنا اللي هو لا يصل إلى 2.5 إلى 3% من حجم ما أريده أنا، هذا واحد. اثنين، كل التصريحات والتقارير تشير إلى أن حجم ما راح نستورده من عنده لا يكفي إلى قضاء في الأنبار. نعم. قضاء في الأنبار ما يمكن يسد وضيعات كهرباء عبر الناقل يعني. ثلاثة، الناقل مثل ما تفضل. نعم. الناقل اللي ينقل الكهرباء هذا راح يروح هدر. بالتالي انا اصرف مليارات من جانب نقل الطاقه ومن جانب تزويد المحطه بالنفط الخام وبالغازويل. فبالتالي انا خسران. لهذا احنا نقول هذا اكو ملاحظات على هذا العقد. هذا اكو جنبه بجنبه سياسيه. شنو هاي الجنبه السياسيه؟ انا هذا اللي اريد اسال عنه بالضبط. يعني هل العقد
يعني بضمن المنظور الاقتصادي غير منتج غير مجدي. هذا رجعنا لمن؟ فلا بد من وجود جانب سياسي يسلط الضوء على هذا الجانب. هذا انا ارجع وين؟ ارجع الى حكومه السيد الكاظم. حكومه السيد الكاظم هي ليست اصيله، هي حكومه تصريف اعمال. جيد. هل هي من صلاحيتها تصريف اعمال ممكن تعقد مثل هذه الاتفاقيات الخطيره واللي بها جنبه ماليه يعني مكلفة يعني للدوله العراقيه؟ هل هي صلاحيتها؟ من سوف يحاسب حكومه السيد الكاظمي على هذا؟ زين، ليش مع الاردن؟ ليش ما يعني خلي السخاف يقولون جسم همنا، ليش مو مع الجمهوريه الاسلاميه اللي بيها انتاج طاقه وفير جدا وزائد عن الحاجه؟ ليش مو مع الدوله؟ ليش مو مع دول الخليج؟ ليش مع دوله ممكن ان تنتج والفائض توديه تصدره؟ مو دوله هي بحد الان بامس الحاجه الى الكهرباء ولم تصل الى طاقه الانتاجيه العاليه، بالتالي الجنبه السياسيه طاغيه عليها بسبب العلاقات والاتفاق اللي يجري بين السيد الكاظمي وبين الاردن وبين مصر لتزويدها او ما سمي باتفاق الشام الجديد او اكو هيك يعني هذا الاتفاق ولم ينجح. العماله المصريه تجي للعراق، احنا ما عندنا عماله ونحتاج العماله المصريه، او ما عندنا يعني ما عندنا اي يعني وسائل اخرى سوى تصدير الكهرباء من الاردن. هذا منطق يعني مو صحيح. فالجنبه السياسيه طاغيه بسبب العلاقات، الحكومه هي تريد ان كانما تسوي شيء بالوقت الضائع. طبعا الوقت الضائع استاذ واثق، اكو حل قدم الدكتور عادل عبد المهدي قبل اكثر من 16 سنه يقضي هذا الحل بما اشار اليه الاستاذ محمد باقلمه الكهرباء، بان تكون لكل محافظه محطتها الخاصة، وهو يمثل حلا دائما. ليش نصر نروح لمصر أو الأردن؟ لا هو ما يعني أيضا تحدث دكتور عادل بقتها يعني حتى على مسألة حرق الغاز المصاحب، وإحنا الآن بمكان العراق أن يستفيد من الغاز المصاحب. الشيء الثاني ممكن أن يستعين بشركات عالمية للمجيء بمصافي وشركات لفصل هذا الغاز والاستفادة من عنده يعني لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبالتالي هذه القضايا يعني ممكن أن تحل داخل الدولة العراقية باعتبار العراق يملك أولا. لا أنا أريد أشير إلى الحل الذي يتمثل بأن تكون لكل محافظة محطتها التوليدية الخاصة. هي هنا الآن يعني هو حتى الآن بداخل سياسة الحكومة تجاوز على المحطات. يعني أنت شفت قبل فترة يعني ما صارت أحداث وتظاهرات وما أدري إيش، وطحت ثلاث محافظات يعني بيوم واحد ولمدة ثلاثة أيام. يعني هل تعتقد هذا بعيد عن السياسة؟ لا، كان متعمد. الغرض إثارة الشارع العراقي. فهنا السياسة القضية الكهرباء هي تدخل بها التدخلات الخارجية أولا والتدخلات السياسية الداخلية. لذلك لا يسمح بهكذا أطروحات يعني أن تمرر أن تنجح أن يكون يخطط لها بالشكل الصحيح. بالتالي يعني اليوم اذا احنا الان بعض المحافظات احيانا تصير شكاوى بين المحافظات تجاوز على خطوط الكهرباء، بل حتى يعني مثلا تجاوز على المياه كذا بهذه الطريقه. سياسه الحكومه غير واضحه ب يعني مساله الكهرباء. لذلك انا يعني بدايه الحديث اشرت ان الحكومه تعلن ارقام وهذا اعلان من تقول انا انتج 23000 ميجا وات، بما معناه تسحب فلوس مال انتاج 23000 ميجا وات، لكن الحقيقه هي ما واصلة حتى ل 17000 ميجا وات. هذه مفاجأة هذه. نعم، بل قسم من الكهرباء الآن، شنو سبب الكهرباء الآن؟ ضياعة الكهرباء، وين تروح الكهرباء؟ إذا 23 ميجا وات. الكهرباء تعطى إلى المستثمرين يعني ذولي المستثمرين أصحاب العمارات السكنية كذا، ذولي المفترض هم يهيئون كهرباء. لا، لكن يبدو أن وزارة الكهرباء تعطيهم كهرباء تفيدهم الكهرباء 24 ساعة. هذه يعني هنا التلاعب. طبيعة عقود الكهرباء وطبيعة يعني مبررات وزارة الكهرباء، أنت تشوف هسه اكو مشكلة عندنا بالكهرباء شهريا، هاي كل مواطن يلمسها من يوم 25 ليوم 5 بالشهر، تبدي الكهرباء تبدي تتقطع هواية، شكو على مود الناس تروح تدفع لأبو المولد. هذا هل ما يعني هل صدفة كل شهر تجي تتكرر هذه القضية؟ إذا اكو قضية بها تلاعب، بها ايادي سياسيه خبيثه جدا. يدك الاستاذ واثق الجابري، الاستاذ محمد حمد سعد الساعدي، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال اخر حمل عنوان الربط الكهربائي مع الاردن ما فوائده، الكاتب هيثم الخزعلي. الربط الكهربائي مع الاردن ما فوائده؟
الكاتب هيثم الخزعلي. الأردن تستورد النفط والغاز والماء، وكل هذه المصادر ضرورية لإنتاج الكهرباء، والعراق يمنح النفط للأردن بمبالغ مخفضة، فضلاً عن نيته لمد أنبوب نفط للأردن ومصر بتخفيضات هائلة ضمن مشروع الشام الجديد. الأردن تعاني من نقص الموارد، فهي تستورد 97% من مصادر الطاقة، و 18% من هذه المصادر يذهب لضخ المياه بسبب شحة المياه، والتي هي ضرورية لإنتاج الطاقة. ونظام الأردن الكهربائي صغير جداً، يعادل نظام محافظة عراقية، وهي قبل أشهر شهدت حالة إطفاء تام للكهرباء في كل المملكة، وتعذروا بأن هناك خلل فني في الكهرباء التي يستوردونها من مصر. فالحقيقة العراق سوف يستورد الكهرباء من مصر عن طريق الأردن، وما يتم بناؤه هي محطات تحويلية تقوم بنقل الفائض عن حاجة الأردن للعراق. مرحبا بكم أيها الأحبة. أستاذ محمد، يعني ما أشيع أن الإمارات العربية المتحدة تقترب من إنهاء عقودها بشأن شركة إسرائيلية ستقوم ببناء محطة شمسية لتوليد الكهرباء، محطة كما يصفونها بالعملاقة، ووصف هذا الاتفاق على أنه أكبر طبعًا اتفاق أقليمي طبعًا في مجال التعاون في موضوع الطاقة. طيب، تعتقد أن العراق هو اللي راح يجهز هذا المشروع؟ لا، يعني العراق صاير منيحة، يعني هو أنا أقول لك يعني الإمارات هي دولة متمكنة جدا يعني، نعم، بس هي أصبحت هي عبارة عن مكتب، هو الإمارات مكتب، نعم، مكتب العقود، نعم، وبها سير تجارة. صحيح، لكن العراق إذا جينا مع المبالغ اللي انصرفت على ملف الكهرباء نجد أنه هي أكبر حتى من قدرة الإمارات. إذا أردنا أن نوافق بين المبالغ اللي انصرفت على ملف الكهرباء، زين، وين راحت هذه المبالغ؟ وشنو الإرادة؟ وين تريد توصل الإرادة في ملف الكهرباء؟ هل هي تريد تخلي العراق دائما ليلة مظلم؟ لو تريد تحاول تخلي العراق دائما بحاجة إلى دول الجوار، هل هي يعني تريد تخلي أكو فد إرادة دولية تحاول أن تجعل من العراق أن يعيش ويحتاج على جيرانه؟ هو هاي الإرادة، سواء كان في جانب الماء، شفنا قطع الماء، في جانب الكهرباء شفنا نستورد من مصر ونستورد من الأردن ونستورد من بعد إذنك أستاذ محمد. يعني هو السؤال، ليش هذا الإصرار على أن يبقى العراق بحاجة إلى مصادر طاقة محاولة تعطيل يستعان من أجل هذه دول الجوار، محاولة تعطيل الحياة السياسية؟ هو يدخل طبعا أي ملف يدخل من ضمنه، خاصة الملف الكهرباء يدخل، نعم، ملف سياسي، بالتالي محاولة لتعطيل الحياة السياسية من خلال هذه الملفات. نشوف اليوم تعطيل في كل مكان، ملف الكهرباء معطل من 2003 إلى اليوم، لم يجد حلول، لم يجد أي تقدم. هسه ممكن بالإنتاج، بالمناسبة محطات موجودة، لم نرى أي بناء لمحطة، لم نرى أي شيء جديد من خلال الكهرباء، مجرد صيانة لبعض المحطات واللي هي أصلا موجودة منذ الستينات أو الخمسينات أو ربما حتى أكثر من هذا، بالتالي لا نجد. لذلك نشوف الإمارات سعت إلى أن تجدد طاقتها الكهربائية، هسه من خلال الأشعة الشمسية، من خلال إيجاد محطات جديدة في ولاياتها. زين، هاي التجربة ليش ما تنتقل إلى العراق؟ ما أدري ليش ما تكون مثل ما قلنا، عشان فكرة السيد عادل عبد المهدي وفكرة سماحة السيد الله يرحمه السيد عبد العزيز الحكيم، أقلمت الكهرباء، كل محافظة تكون بها محطة وتنتج لهذه المحطة بالتوافق مع كثافة السكان، بالتالي احنا نخلص من هالأزمة هاي. ليش ما نجرى على هذا؟ شنو الإرادة اللي تمنعنا؟ شنو الإرادة اللي فوق راسنا وتمنعنا من إجراء هذه الخطوة؟ ما نعرف. بالتالي الضغط السياسي على العراق هو من يحاول أن يؤجل أو يعرقل خطط الإنتاج ومشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. أستاذ وافق، يعني أكو مسعى لتحويل عنوان أو اسم وزارة الكهرباء إلى اسم وزارة الكهرباء والطاقة النظيفة، يعني على ما يبدو أنهم ملتفتين إلى أهمية الطاقة النظيفة. زين، احنا بالعراق عندنا ما شاء الله صحاري واسعه، وعندنا شمس ما اكثرها، يعني ما عندنا اكثر من الشمس، نعم، اللي جاي تسلق الناس سليم. طيب، ليش ما تعمد الحكومه لاستثمار هذه الطاقه التي منحها الله تعالى للعراقيين واللي يعانون منها بسبب الحراره؟ طيب ليش ما استثمرها الدوله الكهرباء؟
لا هو مو احنا قلنا بالبدايه بغياب التخطيط، يعني ماكو تخطيط استراتيجي للخروج من الازمه. هذا بخلاف ما اشار اليه الاستاذ محمد من ان هناك منهجيه تصر على بقاء العراق محتاجا لغيره. لا هنالك عمل ممنهج لابقاء العراق في ازمه وذات ازمه كهرباء. احنا اذا نريد نشوف الاموال اللي صرفت على الكهرباء بحدود 8 مليارات دولار. نعم وهذا رقم هائل. يعني رقم هائل يعني يصلح المنظومه من الاول الى الاخير لثلاث يعني. دول مو للعراق. بالتالي هذه القضية يعني اليوم التعاقد يعني مع الأردن يعني يبدو أنها تتماشى مع السياسات الحديثة اللي هي الشركات وال أو يعني الاتفاقات الدولية العابرة الحدود. يعني هنا الآن شركات الكهرباء من خلال الربط بين الدول ممكن أن تؤثر حتى في سياسة الدولة. يعني أنت اليوم إذا كهرباء تجي من دولة معينة ممكن باختلاف سياسة كذا أي خلل بالكهرباء ممكن يؤثر على طبيعة سياسة الدولة نفسها تضغط أيضا ما تسمى بحروب الجيل الخامس اللي هي محاولة تثوير الشعوب من خلال يعني انقاص من خدماتهم الأساسية اللي هي بالأساس الكهرباء. اليوم ماكو شيء يتحرك الإنسان بدون الكهرباء. لكن إحنا اليوم أنت أشرت جنابك إلى مسألة الطاقة الشمسية. أيضا إحنا عندنا محافظات يعني تمتد من البصرة وصولا الآن اكو مصفى جديد في كربلاء وهذا مصفى يعني واعد. لكن لا بأس ان ننشئ مثلا مصفى بالناصريه مصفى من البصره كل النفط نصفي واحد بالعماره واحد وننتج من عنده كهرباء. هذا المحطات التي تعتمد على على مصادر الطاقه السائله بترول ما بترول ربما يعني عدت ضمن التصنيفات على انها تستخدم طاقه غير نظيفه. طيب احنا عندنا أراضي شاسعة يمكن بناء محطات شمسية وهي ما أطلق عليها بالطاقة النظيفة. إحنا إذا كنا نسعى للنظافة ليش ما نستثمر هذه الأراضي؟ والله هي يعني أنا قلت غياب الخطط الاستراتيجية وأيضا بنفس الوقت هذا التخطيط يعني في مرة من المرات اكتشفوا يعني أعتقد هيئة النزاهة أو جهة حكومية رقابية اكتشفت أنه مولدات كهرباء متروكة بالصحراء جايبين مستوردين مولدات من دول وشامريها الى ان تهالكت يعني ومعظم ادواتها انسرقت وما حد يدري بهاي المتروكه بالصحراء وجايبيها مستورديها وشامريها هناك. قسم منها حتى يعني اجهزه التوليد او مولدات اللي جابوها بعض من عندها مستورديها من دول يعني ما موجوده يعني الماده اللي تشغلها ماده البلازما او مواد اخرى ما موجوده يعني بالعراق ما متوفره او استيرادها يكون صعب او مكلف يعني بالنسبه للدوله العراقيه. هنا نرجع لمساله الاردن يعني احنا ننطي الاردن بنفط تخفيض مو بهالشكل وهم الكهرباء اذا انتاج يكون بالنفط مو هالشكل المفروض يعني مثل ما انا انطيك يعني بتخفيض 75% اعطيك ابيع لك برميل ب 25 وهو ب 5% انت المفروض كهرباء همينا على الاقل تعطيني الحاصل انهم ياخذون من العراق البترول باسعار مخفضه لكنهم يصدرون الكهرباء يعني انا ابني لك باسعار كامله انا ابني لك المحطه وانا انطيك الكهرباء وانا انطيك فلوسها وانا امد الوايرات وعمالك انت تشغلهم وعلى حسابي وعلى حسابي وانا اشتري بسعر السوق. خب انا شو اللي يجبرني مع هذه الدوله اروح اتعاقد؟ خب عندي خيارات اخرى واكو تخفيضات واشوف يعني هسه حتى هو السؤال انت ليش بدوله ما تروح باتجاه الخيارات الاخرى؟ هو هذا السؤال. هي هسه حتى الان حتى العقود الحكوميه انت العرض وطلب تجي تقدم مجموعه من العروض وتشوف منو العرض الانسب مو؟ لكن هو بالاساس يعني الكميه الكهرباء المستورده هي اصلا يعني غير قيمه يعني ما لها قيمه يعني نعم باي حال من الاحوال. استاذ محمد يعني هل تعتقد ان موضوع مشروع الربط الكهربائي مع الاردن هو جزء او مخرج من مخرجات اتفاق الشام الجديد الذي املاه صندوق النقد الدولي كانه هناك محاوله لربط اقتصاد العراق بدول هذه المنظومه التي تتصف دولها بانها مطبعه لربط اقتصاد العراق مع الكيان الصهيوني له؟ طبعا احنا اذا نلاحظ خريطه الحركه للحكومه هي تروح للدول اللي هي عندها ادوات وتحاول التقدم نحو التطبيع. وثانيا هاي الدول فقيره، هسه مصر ما شايل روحها. الاردن ما شايل روحه اصلا حتى يجي يعينني ويساعدني. وانا دوله نفطيه قويه وامثل رابع انتاج من خلال بالشرق الاوسط. بالتالي اليوم انا بامس الحاجه الي ذولا.
لهذا يشوف اليوم اكو ضغط سياسي باتجاه العراق انه ترتبط مع دوله. اليوم هسه سمعنا قبل لا ندخل الى الاستوديو انه شركه صينيه اجت تستثمر الكهرباء مال البصره. نعم. ومنعت بسبب سياسات من قبل الحكومه، ولا مو صينيه الا تتعاقد مع الشركه البريطانيه. لكن يبدو ان السيد المحافظ سيقاوم هذا الاتجاه. هسه بعد يا ريت قال وعد عن طريق الاعلام، من خلال الاعلام وعد بانه سينفذ هذا وسيقوم. نتمنى انه يكون اذا فعلا وليعترض من يعترض، قال هكذا يعني. اذا نتمنى اذا قاوم السيد المحافظ ستكون يعني مثابه لتقدم المحافظين الاخرين انه يخطون هذه الخطوه ويمنعون هذا الكوارث اللي قاعد يصير في هدر المال العام يعني تصديره الى الدول ضعيفه وفقيره هي اصلا. نعم. بالتالي اليوم القضيه يعني لا نبعدها من القضايا الفنيه اكثر ما هي اكثر سياسيه، محاوله الربط مع الاردن او مع مصر او مع حتى مع دول الخليج. اليوم الكويت يمكن درجه الحراره بها اكثر من عندنا احنا. نعم. بالتالي اليوم نجد اكو عندهم حاجه للكهرباء. نعم. زين احنا ليش نروح لهذا؟ ليش ما نبني محطات في داخله؟ زين المحطه اللي تنبني في الاردن وعلى حسابنا، خو ليش ما نبنيها في الانبار؟ وهذا يعني. نبنيها في الانبار وتكون مخصصه فقط للانبار وتنتهي القصه بنفس الحجم، لان هن حديدات نجي نربطن. نعم. نربطن هنا. نعم. وتنتهي القصه. نعم. استاذ رافق، انا عندي تساؤل اللي هو متعلق ب كما اشرنا واشار الاستاذ محمد ب موضوعة الشام الجديد الذي اقترحه صندوق النقد الدولي للوصول إلى مرحلة الربط الاقتصادي بين العراق والكيان الصهيوني. هذا بنفس الوقت هذا ورد في تقرير كروكر. من اعتمد على من؟ كروكر اعتمد على مشروع صندوق النقد الدولي، لو صندوق النقد الدولي اعتمد على مشروع كروكر؟ لا، مو هو اذا نرجع لاصول صندوق النقد الدولي وين ارتباطه؟ مرتبط بالانتهي ينتهي بالكيان الصهيوني. نعم. ينتهي يبدا بالولايات. نعم. المتحده، يعني يبدا صندوق النقد الدولي ارتباطه بالولايات المتحده وانتهان برؤوس الاموال ومحرك وراسم سياسات صندوق النقد الدولي هي اسرائيل. هي من تحدد، وبالتالي هي دائما يعني انت ما تشوف دائما الدول اللي احنا نسميها دول العالم الثالث، دول فقيره ناميه كذا، هي مرتبطه يعني ترسم لها سياسات محدده. تعال انا قبل شوي من تحدثنا عن الشركات عابره الحدود وديون صندوق النقد الدولي. بالتالي هو يؤثر بطبيعه السياسه. هنا الشعوب تصبح مديونه وبالتالي تصبح ملزمه بالسياسات التي ترسم لها من الخارج. يعني الان يقولوا لي مثلا هل قد حدد الرواتب، هل قد عدد الوظائف، هل قد كذا تسوي فلان شو تسوي، يعني هو يرسم السياسه المحدده للدوله اقتصاديه للدوله، يعني حتى يتدخل، يعني يتدخل حتى بشكل الحكومه، من رئيس الحكومه، يعني البلد يبقى، يعني احنا مرات يعني حتى بالعراق يعني مرات يقول خليجي اي واحد يحكم. ليش؟ لانه من الياس. نعم. هم يريدوا يوصلوك لمرحله. نعم. الياس حتى تقبل بمن ياتونهم به. بالتالي هذه يعني هم الخوف المشروع اعلن عنه بشكل رسمي. لكن يعني احب النقطه اللي اشارها استاذ محمد، يعني مسؤول مساله الشركه الصينيه، وهي من الصين عرضت هوايه عروض يعني على العراق. يعني هو اصلا الاتفاق الصيني كان المفروض العراق يخلي 100,000 برميل، يعني انت اليوم تشتغل يوميا تشيل لك فد 5,000 دينار تبهم صندوقه. اقول لك الصين قالت اذا تخلون 100,000 برميل نفط يوميا احنا نعطيكم قرض. نعم. 10 مليارات دولار بدون فوائد، بدل ما نروح ناخذها من صندوق النقد الدولي وبشروط وبارباح. الصين تقول لك خلي اول ما تبدا تخلي انا اعطيك 10 مليارات. نعم. وال10 مليارات مو شرط اعطيك اياها فلوس، حدد لي مشاريع وانا ابني لك مشاريع ب10 مليارات دون ما اخذ من عندك اي فلس، انت تسدد على كيف. اذا ضاعفها، اذا وصلت يوميه تنطي 200 انطيك 20 مليار، اذا تنطيني 300 انطيك 30 مليار، يعني ابني لك 30 مليار يعني تبني العراق بشكل كامل. لكن 30 مليار في ظل سياسه وغياب تخطيط وفساد طبعا اكيد ما بيها فائده، لان احنا 8 مليارات على الكهرباء وما حسنا واقع الكهرباء. حس الكهرباء احنا اليوم كهرباء مو زينه. زين. طيب. بس عبرنا يعني يجي راس شهر 10 ايام هذه دائما مو زين الكهرباء، اي وقت اي يمتى يريدون
يحركون الشعب يقطعون الكهرباء. بالتالي هاي السياسات اللي ذكرتها يعني بما مرتبطة صندوق النقد الدولي، تدخلات خارجية، نعم تدخلات الخارجية هي من 2003 إلى اليوم، هذا النظام السياسي واجه كثير من العقبات، واجه كثير من القوى التي لا تريد النظام السياسي أن يقوم بشكل طبيعي. الأستاذ وافق الجابري، الأستاذ محمد حسن السعدي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معنا نقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان متى تتحقق أمنية رفع المولدات. الكاتب وافق الجابري. متى تتحقق أمنية رفع المولدات؟ الكاتب واثق الجابري. إجراءات حكومية أقل ما توصف بالترقيعية، وبموجبها وضع حجر الأساس للربط الكهربائي مع الأردن، سيما وأن المشروع لا يحل الأزمة، والذي سيحصل عليه العراق 150 ميجاوات، بينما يحتاج العراق 15,000 ميجاوات إضافية لسد حاجة البلد. وكأن المشروع جزء من وعود لا تنفذ، وإن كانت لا تأثير لها على أرض الواقع، وما خط الربط سوى لأغراض سياسية وربط العراق ضمن محاور اتفاق وصراع إقليمي، بدلا من اللجوء إلى الربط الخارجي. يمكننا تشجيع الشركات العالمية الألمانية والأمريكية والصينية بإقامة محطات إنتاج كهرباء تعتمد الغاز أو المشتقات النفطية الأخرى، أو الاستفادة من التجربة المصرية مع شركة سيمنز الألمانية. مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. أستاذ محمد، قبل أشهر حصل انقطاع تام للطاقة الكهربائية في جميع في عموم المملكة الأردنية الهاشمية. فلما طلعوا المسؤولين يردون يبررون أسباب الانقطاع هذا، قالوا بأن هناك خللا فنيا حصل في المصدر. المصدر منه؟ مصر، لأنهم يستوردون الكهرباء من مصر، وإحنا نروح نستورد من الأردن كهرباء. هذه مشكلة ثانية، يعني إحنا نستورد من المستورد، يعني مشكلة كأنما هي عبارة عن رابطة، الأردن رابطة بيننا وبين بين المصريين. أنا راح أذكر فد معلومة من عتها أدخل. في مرة من المرات سمع الملك حسين أنه راح يصير عليه فد انقلاب. نعم. الانقلاب منه راح يقومون عليه رؤساء القبائل. فثاني يوم قال لهم دزولي على رؤساء القبائل. فعلا اجتمع مع كل رؤساء القبائل وقعدوا ياهم، قال لهم منو يقبل يصير مجدي؟ منو يقبل يصير مجدي؟ قالوا الحمد أنا رؤساء قبائل، شنو احنا نصير؟ قال لهم أنا مجدي، وأنا أجيب لكم المال جداوة، وأنا اليوم العراق بكل خيراته بكل ثرواته أستورد من الأردن كهرباء. هذه حكاية قصة حقيقية، مشكلة ينقلها أحد السياسيين على الملك الملك حسين. بالتالي اليوم أنا أجي أستورد من دولة ضعيفة جدا، ما ممكن اليوم تقوم هي لوحدها، تحتاج إلى 4000 ميجاوات، تريد توصل إلى 2000، ما قادرة تستورد الكهرباء من مصر. ومصر هي الثانية هم قائمة على أساس شنو؟ قائمة على أساس اليوم حجم الديون اللي على مصر تقدر بأكثر من 170 مليار دولار. لا، ومصر هي بنفسها استعانت بشركة سيمنز لبناء محطاتها، وإحنا نروح نترك سيمنز ونروح لشركات المصرية تعالوا ابنوا لنا شركات. زين احنا ليش ما قبل نروح للمصدر؟ مشكلة شنو القاطع؟ هو هذا السؤال، هو شنو اللي يمنع؟ هذا السؤال الجوهري، الإرادة الدولية والإرادة الأمريكية. ما تريد أنت، أنت من جيب شركة سيمنز إلي، أوكي أنا أقبل بيك أنت شركة جنرال موتورز، خلي نجيبها ما يخالف، أنا أقبل بالأمريكان، بس ابنوا لي محطات، مو تعوفوني هيجي. حس أنتوا لا باني لي ولا مخليني أتعاقد مع شركات أخرى، ولا أنتم سامحين لي أنه أنا أشتغل بوحدي. فبالتالي أنا اليوم العراق محاصر تماما بإنشاء أي محطة صغيرون اليوم. أي محطة يسمع لي اليوم بعد 2003 أنشأت محطة، لم تنشأ أي محطة، بل لم تتم صيانة حقيقية لأي محطة. الصيانة الحقيقية ما موجودة، مجرد ترقيعيات، وبقى الوضع على ما هو منذ 2003. بالتالي الإرادة السياسية الدولية تريد للعراق أن يبقى هكذا، وأن يبقى يحتاج على دول الجوار. ربما هو باعتقادهم أنهم هذه الدول ممكن أن تستفيد من العراق، لكنه شنو درجة الاستفادة؟ هذا يتحكم بها الإرادة الدولية، يتحكم بها. سادة وافق،
يعني إذا كانت هذه الإرادة الخارجية تملي على العراقيين أو على الحكومات وليس العراقيين، على الحكومات العراقية إرادتها وتنفذ أجندتها بالكامل. يعني إحنا عرفنا أنه بعد 2003 جاء حكم وطني، جاء حكم وطني حقيقة لأنه نتاج انتخابات وبرلمان وما إلى ذلك. الحكومات المتعاقبة أليس فيها حكومة امتلكت القدرة على أن تعترض على هذه المشاريع؟ لا طبعا، هي مو المشكله يعني احنا بالداخل العراقي يعني اولا يعني احنا اذا الان تحدثنا يعني هي يعني ما السبب التدخلات الخارجيه؟ سبب تصدي الجبهه الداخليه. اها اي احنا الان يعني احنا تشوف العراق يعني تدخلات الخارجيه واضحه يعني بكل يعني بكل تفاصيل الحياه ويعني ايقاف الحياه بصوره عامه يعني يعني ولا احنا العراق شنو احنا لحد الان نستورد خضروات، لحد الان ما عندنا مصانع، لحد الان عندنا يد عامله وما تشتغل، لحد الان اليوم احنا نحتاج يعني بتقديرات بالمقال نقول 15000 ميجا وات، نروح نجيب 150000 شنو وين نخليها ب 150000؟ هذه دليل على ان التدخلات الخارجيه واضحه. بالتالي غياب الاراده وتقاطع الارادات السياسيه وعرقله الاراده، وجود الفساد، وجود القوى المؤثره، يعني احنا حتى الان يعني واضح معظم السياسيين العراقيين يعتقدون انه يرضي الخارج قبل ما يفكر يرضي الداخل، شو يخطط، شنو مشروعه، شنو اللي يبني، شلون يطور، شلون كذا، شلون يرضي الخارج. يعني هسه اول ما يسالون على رئيس الوزراء يعني هسه الان يعني الترشيح سيد محمد شجاع السوداني يقول هل عنده علاقات دوليه لو لا؟ يعني انتم ما سالتوا عنده مشروع لو لا؟ شنو مشروعه؟ رجل عراقي ما عنده فساد، ملف لديه رؤية لكيفيه أول ما شوفوا بالذات يعني كان جدا ذكي سيد السوداني، أول ملف هو ملف الكهرباء في أول أولوياته. نعم. وأنا سامعها من عنده. نعم. يعني شخصيا الرجل ملف الصحة والكهرباء والإسكان، هاي واحدة من المشاكل يعني. نعم. انت اليوم أزمة سكن والعراق 80% من من أراضيها فارغة مملوكة للدولة، والمواطن يدور على بيت ماكو، العقارات سعر المتر وكذا يعني اصبح. نعم. الان بالدولار ما يقاس يعني في اغلب، لانه رؤوس الاموال عند الفاسدين، والفاسدين يحولوها الى عقارات، يشترون عقارات باي سعر لان الفلوس ما تعبان بها، يشترون عقارات بدلا ما كانت تبيض في خارج العراق الان بدا تحولها هاي بالداخل. تجي الملف الكهرباء ايضا، تجي الملفات الاخرى، بالتالي هاي التدخلات الخارجيه هي المؤثره بطبيعه رسم السياسه وانعكاسها على طبيعه الخدمه المقدمه للمواطن. احنا يعني الان يعني احيانا يعني بالسياسه ممكن انت يعني قد تتغاضى عن بعض الاشياء، لكن اكو اشياء تلامس حياه المواطن اليوميه اللي من ضمنها الكهرباء. بها تقصير كبير، بها يعني واضح انه اليوم احنا يعني من تقطع الكهرباء الكل راسا يوجه الاتهامات للقوى السياسيه، لكن داخل القضيه لا، اكيد التدخلات الخارجيه، الاراده الخارجيه، ارادات حتى بعض القوى بداخل العراق ما تريد الكهرباء، ما تريد مشروع الاسكان يمشي، ما تريد الصحه، التعليم، غيره. ليهم احنا اليوم بدت المدارس اليوم. نعم. ولحد الان مناهج ما مطبوعه، وسمعت تقرير انه الموجوده بس بالمتنبي سوق السراي. نعم. زين. نعم. هل بغداد يشتروا المتنبي سوق السراي؟ المحافظات شلون يجي من المحافظه وكراوي وكذا وما ادري ايش بيسبيل يشتري كتب لابنه؟ وزاره التربيه ما تقدر. وهذه كفله مجانيه. زين. تجي حتى يعني هي تدخلات خارجيه، تجي الكتب عنده مطابع وعندنا امكانيات وعندنا كذا، يروح يطبعوها برا بالاردن. نعم. واضعاف السعر، نفس. نعم. نفس شغله الكهرباء. نعم. مو دخلوا بكل شيء، كل شيء التدخل الخارجي فاعل، ويخدمون الخارج اكثر مما يخدم الداخل، واثرت يعني بشكل واضح. يعني اليوم احنا المواطن كل واحد يعني اي عراقي اليوم يشخص هذه الاشياء. استاذ محمد، خلي اقرا لك مقطع من احدى التقارير التي نشرت على وسائل الاعلام. التقرير يقول ان اسرائيل من خلال هذه الشراكه، يقصد الشراكه مع الامارات تسعى لتوطيد علاقاتها مع الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات تطبيع، فيما لا تزال شعوبها رافضة. نعم. هي مدركة أن الأنظمة توقع، لكن الشعوب. نعم. رافضة لهذه الاتفاقيات، كما هو الحال
في الأردن واضح على ما يبدو، واضح تماماً أن الهدف هو التلاعب بقيم ومبادئ الشعوب. هو هذا الهدف، يعني العمل بهدوء وبانسيابية عالية مع الأنظمة العربية، وفعلاً نجحوا إلى حد ما، الكيان الصهيوني نجح إلى حد كبير في جذب من خلال الاستثمار، من خلال التعليم، من خلال الاقتصاد، من خلال جذب رؤوس الأموال، إلقاء رؤوس الأموال سواء بالأردن سواء بالإمارات. وإحنا نعرف كل الزين علاقة الأردن تحديداً مع إسرائيل أو مصر مع إسرائيل هي منذ سنين، يعني هم بالتأكيد يريدون من خلال هذه العلاقات، لكن هي الشعوب، بعض الشعوب ما بيديها شيء، يعني مثلاً خاضع للأنظمة، نعم. يعني كالأردن ومصر خاضع لأنظمتها، هذا الصفة عامة للشعوب العربية، إيه يعني نعم. خاضع لأنظمتها، نعم. وليجي الحاكم أنا أعبده وأمشي وراه وانتهت القصة، نعم. أما أكو لا، أكو شعوب حرة، الشعب العراقي لا يقبل مثل هذه القصة وسوف يرفض، وهذا يقع على عاتق البرلمان، يعني ينظر إلى هذه العقود المشبوهة بعين التدقيق، يعني شوف أنا رايح باتجاه آخر سعد محمد، إيه؟ الاتجاه الآخر هو أن هناك أجيال الحروب اللي أشار لها أستاذ واثق، الحرب الحالية التي يخوضها الغرب، أمريكا الولايات المتحدة والغرب معها ضد شعوب المنطقة، هي حرب ناعمة طبعا، يعني ابتعد فيها عن استخدام السلاح التقليدي، جاء بسلاح آخر يعتمد وسائل الاتصال، يعتمد تغيير حتى التعليم قيم، أصبح حرب تعليم، تغيير قيم، نعم تعليم، حروب واحدة منها ثقافة، والتعليم أيضا واحدة منها. هذه الوسائل الجديدة تسعى من خلالها إلى تغيير البنية الثقافية لهذه الشعوب، ما ردة الفعل تجاه هم يعني بعد 2003 دخلوا إلى هذا المجال من خلال حتى الثقافة، من خلال التعليم، من خلال كذا، وشفناها بالمجتمعات خصوصا المجتمع العراقي، تدخلوا في قضايا العادات والتقاليد، أصبحت تراجعت كثيرا العادات والتقاليد، العرف تراجع كثيرا، لذلك اليوم نشاهد هذه الحرب الناعمة اللي طرقتها الأستاذ علاء واللي يعني وقفت عندها، حرب خطيرة أخطر مما هي حرب المواجهة العسكرية. بالتالي هم يعني يريدون أن يجعلوا المجتمعات عبارة عن مجتمعات عابدة لثقافتهم هم وليس ثقافة الشعوب. بالتالي هم يسعون من خلال الدخول، من خلال الثقافة، من خلال التعليم، من خلال أي مصدر آخر لإرجاع وتجهيل المجتمعات والذهاب نحو أن يكونوا كالنائم في ليل دامس. الأستاذ محمد حسن الساعد، الأستاذ واثق الجابري، شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين علينا. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: العراق دولة العجائب والغرائب، لأنك تجد كل ما هو غير منطقي وغير عقلاني. مثلا مصر التي عرفت سابقا بأن كوادرها الهندسية وشركاتها تصنف بالتصنيفات السيئة بمجال البناء، ولكن العراقيين يذهبون إلى مصر ويتعاقدون لإنشاء بنايات وبأرقام خيالية، النهاية تسقط هذه البنايات ومن دون أي محاسبة لأي جهة، وتسجل القضية ليس ضد مجهول بل ضد العراق. في أمان الله.